بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات برنامج رتل القرآن ترتيلا، البرنامج المبارك الذي نتدارس معكم فيه آيات من كتاب الله تعالى تصحيحا وتجويدا وتبيينا للأحكام، خاصة في مدارسة القرآن في هذا الموسم في شهر رمضان التي هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات اليوم هي من سورة المائدة، تبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى أن نصل إلى قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما. ويسرنا أن يكون معنا القارئان الطالبان أحمد الطالب علي وأحمد سالم بن محمد، ونستمع. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، وجدتم هذا؟ نعم. إلى إذا الآيات ستبدأ من حيث انتهى الدرس أمس. نبدأ من قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ونستمع إلى الآيات أولا برواية ورش من القارئ أحمد بن الطالب علي. أحل لكم، عند ابتداء من قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه حتى نصل إلى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث،
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم، استمعنا إلى الآيات برواية ورش. تلاحظون مد المنفصل، وتلاحظون صلة ميم الجمع قبل همز القطع، وتلاحظون ما يخالف فيه ورش قالون. ونستمع إلى الآيات برواية قالون من القارئ أحمد سالم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بارك الله فيك. استمعنا إلى الآيات برواية قالون، لاحظنا الفروق. قبل أن نبدأ في تناول بعض الأحكام الأساسية التي تضمنتها الآيات، ثم في استقبال مكالماتكم عبر الأرقام التي قد تظهر على الشاشة، نقدم بعض ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم التبيان في آداب حملة القرآن. نتناول اليوم قوله رحمه الله تعالى، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. قال رحمه الله تعالى: ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق التلاوة وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله مع أحكامه، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه،
والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. ثم قال: أجمع المسلمون. فصل: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا أيضا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. ثم قال: قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر والعياذ بالله. قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع والجماعة وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر والعياذ بالله. قال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر والعياذ بالله. هذا كتاب الله له حرمته التي يترتب عليها وعلى تعظيمه أحكام أساسية، فينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك وأن يعظم كتاب الله تعالى وأن يحترمه. ونعود إلى موضوع الآيات، موضوع الدرس. بدأت الآيات من قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر وطعامه. هذه الحروف عامتها حروف استفال، حكمها حقها الترقيق غير حرف الصاد والطاء، فهما حرفا استعلاء حقهما التفخيم. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر، هذه الباء انتبهوا لترقيقها أكثر، صيد البحر وطعامه. أحل لكم ميم الجمع، ميم الجمع هنا في قوله تعالى أحل لكم حكمها الإظهار، هي ساكنة قبل حرف من الحروف التي تظهر قبلها فهي لا تضغم إلا في مثلها، وتخفى قبل الباء وتظهر قبل باقي الحروف 26،
غير أن لقالون فيها وجها آخر وهو صلتها قبل المتحرك. هذا الوجه لم يذكره ابن برير رحمه الله تعالى، وقد ذكره غيره كالشاطبي رحمه الله تعالى جميعا: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه. نجد هنا إشارة الوقف. صح، بينا في الدروس الماضية أن هذه الإشارة هي ما يعرف عندنا بالهبط، أو إشارات محمد الهبطي المشهورة لدى المغاربة، وهي تراعي المعنى دائما. أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولكن طيب نحن علمنا أن الوقف الاختياري، أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري. فالوقف الاختياري ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الوقف الكافي، الوقف التام، تام وكاف وحسن، والوقف الكافي والوقف الحسن. هل ترون أن هذا الوقف هنا من أي الأقسام؟ وأنا قلت لكم سابقا إن أكثر الأقسام حسب ما لاحظنا هو الوقف الكافي الذي له تعلق معنوي بما بعده، ليس له تعلق لفظي. هذا من الوقف الكافي، لأن السياق ما زال متواصلا عن المعنى الذي تتحدث عنه الآية. وطعامه متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم، وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا. هذه هاء الكناية، وطعامه، ما الحكم الذي عرض لنا هنا لدى العامة؟ توصل لأنها وقعت بين متحركين، هو ما درستموه في ابن بري بقوله رحمه الله تعالى: القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، فالهاء محل الشاهد، فالهاء إن توسطت حركتين، أي توسطت بين حركتين كما في هذا المثال. وطعامه متاعا لكم، فهذه توصل للقراء، عامة القراء. وطعامه متاعا لكم، التنوين وقع بعده حرف اللام، فحكمه إدغام الخالص بغير غنة، لأن التنوين هو يعرفونه بأن التنوين هو نون ساكنة تلحق أواخر الأسماء لفظا لا خطا. ويمكن أن نقول في هذا الباب وصلا لا وقف، لأنه لا توجد النون في حال الوقف. متاعا لكم، فالنون الساكنة ونون التنوين يدغمان في كم حرف؟ في إدغام، نعم، إدغاما تاما، بدون إدغاما تاما خالصا في حرفين، في اللام والراء. وعموم الإدغام في حروف يرملون في متاعا لكم وللسيارة، الميم الساكنة قبل الواو حكمها إظهار، يسمى الإظهار الشفوي. متاعا لكم وللسيارة، وللسيارة، هذا إظهار الميم قبل الواو، لأن أحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد. الميم قبل الواو والفاء تظهر قبل، كذلك قبل الحروف الأخرى، ولكن هذا الإظهار يحتاج إلى شيء من الإيضاح، لأنه قد يقع فيه الخطأ، بعض الناس قد يزيدون الإظهار. هذا هو ما يعرف عندنا محليا بالانفكاك، كان يعرف عندنا بالانفكاك، معناها أنها تفك أي تظهر، وهو ما ذكره صاحب
النظم بقوله والميم قبل الواو ثم الفائي تنفك من إدغام أو إخفاء، وحكمها الإظهار لا التشديد، فافهم هداك الله يا رشيد. متاعا لكم وللسيارة، وللسيارة نعم وللسيارة. وجدنا رأينا كذلك إشارة الوقف هنا، وهو من هذا القسم، قسم الوقف الكافي، لأن السياق ما زال متواصلا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم الراء المكسورة. قلنا إن الراء لها أحكام، الأصل فيها الترقيق أو التفخيم، الراء الأصل فيها التفخيم على المشهور، بعضهم يقول غير ذلك، ولكن المشهور في أن أصل الراء التفخيم. ولذلك مثلا لو قلت لكم وللسيارة، لما فخمت هذه الراء للجميع؟ تقولون نحن درسنا مثلا أن ودع ما لم يرد للأصل، أنه ذكر ترقيق الراء وأماكنه ومواضع الترقيق، ثم قال ودع ما لم يرد للأصل، أن الأصل فيها التفخيم. السيارة هنا ليس قبلها سبب ترقيق. وأما حرم والبر صيد البر فهي راء مكسورة، الراء المكسورة حكمها ترقيقا وتفخيما، ما هو دائما الراء المكسورة دائما ترقق، دائما مرققة، لأن العرب لا تفخم الراء المكسورة الذين نزل القرآن بلغتهم. وهذه إحدى الحالات المجمع على ترقيق الراء فيها، الراء المكسورة، سواء كانت في الأخير مثل هذه الأمثلة، مثل البر وصيد البر ما دمتم، أو كانت في الوسط مثل حرم، أو كانت في البداية مثل رئاء. إذن الراء المكسورة دائما مرقق. والحالة الثانية كذلك مما ترقق فيها الراء، الراء الممالة عند من يميلها فهي مرققة أيضا بالاتفاق. وكذلك الراء الموقوف عليها، الراء الساكنة في الوقف التي الواقعة بعد كسر أو ياء، مثل شاعر وساحر ومنذر، خبير وبصير وخير. نعم كذلك الراء، نعم، بعد الكسر وبعد الياء، بعد الياء، الياء سواء كان سكونها صحيحا أو سكون مد. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر ما دمتم حرما. من الميم هنا تظهر قبل بعدها الحاء، تظهر حرما، نجد إشارة الوقف، نجد إشارة الوقف هنا، لأن الكلام تم، قال وهي لما تم، فهذا ما أن يكون وقفا كافيا أو وقفا تاما. وعلى كل الكلام هنا تم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، فهذا مرتب على امتثال هذه الأوامر المتقدم ذكرها، فعليه يكون الوقف من القسم الذي ذكرناه من الوقف الكافي. ما دمتم حرما واتقوا الله، التنوين وقع بعده حرف الواو، ما الحكم إذن؟ إدغام بغنة، هذا هو يعرف عندنا بالإدغام الناقص، الإدغام الناقص في الواو والياء. ودرستم ما شاء الله في الضبط والرسم، شددهما من بعد نون
مقطعي وبعد تنوين قراءة. فهنا نجد الواو مشددة في اللفظ وهي في الضبط لم تضبط بالتشديد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله اسم الجلالة الله هنا وقع بعد طم بعد الضم الحكومة هو اللام هنا التفخيم عندكم علم في ذلك وخيمت في الله الله كلي واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الذي هنا حرف المد وقع بعده الهمز الحكم الهمز منفصل نعم فما الحكم من يمده يورش ست حركات ولقالون المعمول به القصر وله الوجه الآخر صحيح وهو مده أربع حركات. اتقوا الله الذي إليه تحشرون. نجد هنا إشارة الوقف الكلام تم هذا وقف تام هذا رأس آية كذلك. جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اسم الجلالة الله أيضا وقع قبله فتح والحكم التغليظ. جعل الله الكعبة البيت هذه حرف اللين الياء إذا سكنت ينبغي الحرص على الإتيان بها وعدم اختلاس هذا الحرف. بعض الناس ربما لا ينطق هذه الياء يقول جعل الله الكعبة البيت معناها لا يعطيها حقها من الإسكان فهي حرف لين. بعض الناس مثلا يقول شيء ما يوضح السكون الياء بعضهم يقول الشيطان أعوذ بالله من الشيطان فلا بد من توضيح هذه الياء فهي حرف لين لا بد من تبيينه حتى لا يذهب بعضه في حال النطق به ساكن. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس التنوين وقع بعده حرف اللام فالحكم رأينا مثله في الحكم قلنا هو الإدغام التام. قياما للناس إنه المشددة في الحكم هو الغنة غن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. قياما للناس الغنة صوت يخرج من الأنف دون الفم في الميم والنون المشددتين والمخفاتين ويجعلونها مراتب أقوى مراتب الغنة في المشددتين ثم المخفاتين ثم في غيرهما من الساكنة والمتحركة. الغنة دائما هي غشاء على الميم والنون عليهما غشاء هو الغنة لابد مصاحب لهما. نعم نستقبل الشيخ محمد بويا. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. أهلا الله حياكم الله يا مرحبا. ابدأ من قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى قوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أحل لكم نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه يا خير
لكن شيخ من جواب ما سمعت. أعوذ بالله الآية. نعم الآية 98. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللحيتان. نعم نعم. إلى من أين اشتبه؟ إلينا نصل إلى قوله تعالى. نعم نعم هو كذلك. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللحيتان وحرم عليكم صيد ما دمتم حرما واتقوا الله إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحج والقلائد. ذلك نعم نعم نستمع إليكم. نعم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحج والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تخفون وما تكتمون. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسوكم المهم فاسألوا عنها حين ينزل الله لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صدق الله. بارك الله فيكم. المقطع ينتهي عند فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أحسنتم ما شاء الله شيخ أحمد بارك الله فيكم. نستقبل أخانا سيد أحمد. تفضلوا. محمد معاذ أحمد البلد. تحياتي لكم مرة معك. أهلا بكم حياك الله. مرحبا وأهلا بارك الله فيكم. تفضل. صوت النصر رواية وارس عن لافر. أيوة حسن حسن سورة النصر. نصرنا الله وإياكم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا أفواجا أفواجا. أنت لا تفخم الفاء الفاء مرققة. أفواجا. أفواجا. أيوة زين زين. بسم الله تابع. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حسن ما شاء الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ما شاء الله. نستقبل الشيخ أخانا الشيخ المهدي. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله. مرحبا بكم. مرحبا. الله يا مرحبا يا مرحبا تشرفنا. مرحبا. الدعاء لما قال ان شاء الله. ان شاء الله وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد.
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ما شاء الله بارك الله فيكم. أحسنتم. نعم نعم. انتهينا. يا دعوة ربك الدعاء. إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الشهر الحرام والشهر الحرام شو هذه لها أيضا الشهرة ما شاء الله ينتبه لها الطلاب المجيدون فيرققونها بعض الناس قد يفخمها الشهرة الشهرة الهدية والقلائد لم نصل بعد إلى جعل الله تقول الذي جعل الله الكعبة نعم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الناس كنا عندنا الغنة في النون المشددة والشهر الحرام والشهر الحرام هنا لا بد أن ننبه إلى أنه الآن حصل شيء لدى الطلاب في مثل هذه الشهرة والحرام فقد يكون من ناحية مطلوب مثلا إخراج الحرف وإعطاؤه صفته ولكن المبالغة دائما يقع بسببها الخطأ بعض الطلاب الآن يسمعون قراءتهم يقولون الشهرة يجعلون ترعيد أو ما أدري ما هو فهذا مبالغة وأظن أن عليهم إن شاء الله سبب هذا البحث محاولة الإشادة ولكن أظن أن هذا وقع فيه تجاوز قليلا فالوسط دائما ما نقصر وما نزيد وسمعنا هذا كثيرا من المتسابقين هنا هذا الرأي بالغون في ترعيدها أو ما أدري ماذا نسميه فنعم نستقبل أخانا موسى تفضلوا أهلا وسهلا مساء أحباب عليكم البقاء إيه حسن إن شاء الله حسن بسم الله بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ألم تر إلى الذي حاج أنت أخونا موسى تجاوزته الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج لا نسمع الصوت، انقطع الصوت من لعله من المصدر. ما شاء الله أخونا موسى، أجدتم وأفدتم، بارك الله فيكم. نستقبل مكالمة من الأخت حياة. نعم، بسم الله، تفضلي. نعم، بدون تشويش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. بروي هو كذلك إن شاء الله، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان أحل لكم كل البحر وطعمه سرا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر أنتم حرما صيد البحر وطعامه متاعا لكم اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام. اختنا حياة، جعل الله البيت الحرام. نعم، قياما للناس، قياما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الحرام قياما والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد والشهر الحرام والهدي والقلائد ما على الرسول إلا البلاغ. أنا لا أسمع الصوت جيدا. ما على الرسول إلا البلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ. والله يعلم ما تكتمون وما تخفون. الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب بارك الله فيك إن شاء الله بمزيد من العرض والاستماع يحصل المطلوب إن شاء الله تعالى. نعم، سنستمع إلى الآيات من القارئ أحمد برواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك ونستمع للآيات أخيرا برواية قالون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بارك الله فيك مدرسة مشاهدينا الكرام مدرسة القرآن في رمضان لا تمل ولكن الوقت قد أدركنا ولذلك لا يسعنا بعد شكر الله تعالى إلا أن نشكر كافة المتصلين المشاهدين متابعين وأن نشكر الفريق الذي أشرف على إنشاء الحلقة والشكر للطالبين القارئين أحمد بن الطالب علي وأحمد سالم بن محمد وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله.